في البداية حاب أتقدم بالشكر الجزيل لجمعية إشراق للمشاركة معهم في موضوع يتعلق بالاضطرابات النمائية وتأثيرها على الأسرة ككل. أنا عبد الهادي الهبات، طبيب استشاري مختص في الأطفال والمراهقين. راح نتكلم بشكل عام عن أهم الاضطرابات النمائية ومدى تأثيرها على الأسرة. طيب، الموضوع اللي راح نتكلم عنه يرتبط بالاضطرابات النمائية بشكل عام وتأثيرها على الأسرة. بنحاول إنه نغطي بعض الجوانب الأساسية، إيش أهم الاضطرابات النمائية اللي ممكن تكون مصاحبة للأطفال والمراهقين، لأنه خلال الفترة الماضية تم التركيز على اضطرابات معينة ونعتقد فقط أنه هذه هي الاضطرابات الموجودة. في عديد من الاضطرابات تشترك فيما بينها وتؤثر بعضها على بعض. راح أتكلم بشكل مبسط على العوامل المرتبطة بالاضطرابات النمائية وكذلك علاقة هذه الاضطرابات بالضغوط النفسية اللي ممكن أنها تتولد لدى الوالدين. كذلك وش أهم التدخلات السلوكية اللي ممكن أنه نستفيد منها في التعامل مع هذه الضغوط. في البداية راح نتكلم على الاضطرابات النمائية بشكل عام، ولما نتكلم عن الاضطرابات النمائية نقصد فيها هي عبارة عن قاعدة عريضة من الاضطرابات والإعاقات. هذه الاضطرابات ترتبط فيما بينها البين، تؤثر على بعضها وسميت نمائية لأنها تظهر في المراحل النمو المبكرة. الاضطرابات النمائية معقدة، يعني نسبتها ليست بالقليلة، وتتعدد لتؤثر على جوانب حياتية مختلفة من الأطفال وحتى المراهقين والسنوات اللاحقة. بشكل عام إذا جينا وقلنا الاضطرابات النمائية، فأشهر الاضطرابات النمائية اللي نتكلم عنها نتكلم على اضطراب فرط الحركة، اضطراب طيف التوحد، الاضطرابات المتعلقة باللغة وهي اضطرابات مرة عديدة، كذلك الاضطرابات المتعلقة بالإعاقة الذهنية أو القصور الذهني، الاضطرابات المتعلقة بالتعلم، اضطرابات الحركة وغيرها من الاضطرابات. إذن الاضطرابات النمائية هي اضطرابات متعددة، تحت كل اضطراب عندنا العديد من الاضطرابات الأخرى المصاحبة. قد يتبادر للذهن انه الاضطرابات النمائيه انه زادت خلال الفترات الماضيه او الفتره القريبه. في الحقيقه الاضطرابات النمائيه وكانها زادت، ولكن هناك عوامل عديده لعبت دور في مدى اكتشاف او سرعه اكتشاف الاضطرابات النمائيه والقدره على التشخيص لهذه الاضطرابات. من اهمها التقدم في العنايه الجنينيه. سابقا كان الأطفال اللي يولدون بمراحل يعني مبكرة من الحمل نسبة كبيرة منهم يتوفون، ما يكتمل نموهم، ما يحصلون على عناية خلال فترة الحمل. ولكن الآن مع العناية الجنينية صار يولد عندنا أطفال مبكرين، هؤلاء الأطفال يصير العناية لهم أعلى و يحظون بعناية أكبر، فاحتمالية بقائهم وعيشهم تكون أكبر، ولكن قد يكونون أكثر عرضة لوجود اضطرابات نمائية مثل التأخر في الكلام أو غيرها من الاضطرابات النمائية. كذلك تطورت يعني آليات التشخيص المبكر، أصبحنا نستطيع أن نشخص بشكل أبكر. كذلك أطفال اللي عندهم احتياجات خاصة، التطور التقني دعم العديد من الجوانب المرتبطة فيهم، تطور النظام التعليمي والصحي وزيادة الوعي، كلها عوامل ساهمت في أنه هذه الاضطرابات يتم اكتشافها مبكرا. الاضطرابات النمائية زي ما قلت هي اضطرابات معقدة ترتبط بينها وتؤثر على العديد من
الجوانب، تؤثر على المشاعر وعلى السلوك وعلى الصحة الجسمية بشكل عام، تؤثر على القدرات الحركية، تؤثر على التواصل والتخاطب، وكذلك تؤثر على القدرات المعرفية والذهنية للأطفال. من أشهر الاضطرابات النمائية هو اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، وهو من الاضطرابات النمائية والمتعلق بالسيطرة على الذات، السيطرة على السلوكيات المرتبطة بالزمن. اضطراب فرط الحركة ليس فقط اضطراب زيادة بالحركة وضعف في التركيز أو الانتباه، ولكنه يعني هناك العديد من الجوانب المرتبطة باضطراب فرط الحركة. هو ليس فقط فترة عابرة ولا ينتج عن سوء التربية، يعني السلوكيات اللي تصدر من الأطفال نعتقد أو يعتقد الأهالي أنه ناتجة من سوء التربية، ولكنها في الحقيقة قد ترتبط بضعف التركيز والانتباه. وهذا يعني أن الطفل اللي عنده فرط حركة وتشتت انتباه ليس طفل سيء أو صاحب أخلاق سيئة. اضطراب فرط الحركة بما أنه من الاضطرابات النمائية فهو ينشأ ب يعني مبكرا، ولكن التشخيص دائما ما نكون مستعجلين في التشخيص، ننتظر إلى السنوات التعليمية أو سنوات الدراسة حتى يتم التشخيص للاضطراب. عادة الأطفال يكون عندهم فرط حركة يقومون ببعض يعني السلوكيات اللي تظهر وكأنهم أقل من عمرهم. الاضطراب يؤثر على العديد من الجوانب الحياتية. أسباب الاضطراب متعددة الأسباب، ولكن في الغالب هي أسباب جينية ووراثية. أشكال الاضطراب عندنا إما ضعف في التركيز والانتباه أو فرط في الحركة والاندفاعية أو الاثنين معا، وهو الأكثر انتشارا. حتى نتحدث بشكل أوسع عن اضطراب فرط الحركة، مهم أنه نعرف حاجة اسمها الوظائف التنفيذية للدماغ، وهذه مرتبطة بالمهام اليومية حتى نؤديها، حتى نقوم بمهمة نحتاج أن نكون محفزين للمهمة، نركز عليها، نبذل الجهد. ترتبط بجوانب العاطفة، كذلك ترتبط بالمعلومات والذاكرة، نحتاج أن احنا نرتب المهمة. هذه الجوانب تسمى الجوانب المرتبطة بالوظائف التنفيذية للدماغ. الأطفال يكون عندهم فرط حركة وتشتت انتباه عندهم مشكلة بالوظائف التنفيذية للدماغ، والجزء من الدماغ المسؤول عنها هو الفص الأمامي. لذلك عندما يحدث خلل في الوظائف التنفيذية للدماغ تظهر لنا أعراض فرط الحركة وضعف التركيز والانتباه. لذلك يظهر الطفل وكأنه ما يسمع، كأنه ينسى بشكل كبير، متشتت كثير، ما يقدر يرتب حاجياته الشخصية ينظمها، عنده صعوبة في أداء الأنشطة الذهنية، عنده صعوبة في التنظيم والترتيب واتباع التعليمات، وعنده صعوبة كبيرة في الانتباه للمهام المطلوبة منه، مثلا الأوامر، مثلا الدروس، المحاورات. فكل الجوانب اللي تحتاج جهد وتركيز راح تكون صعبة على الطفل لأنه عنده مشكلة في الوظائف التنفيذية واللي تأثر على التركيز والانتباه. كذلك الأطفال اللي يكون عندهم فرط حركة يظهرون وكأنهم مزعجين، متحفزين، الأمهات يصفونهم وكأنهم زي الدينمو، يعني كثيرين الكلام، كثير الحركة، كثير التململ، ما عنده قدرة على الهدوء، على البقاء، يظهر وكأنه دائما يعني يقوم بسلوكيات أقل من العمر، قد تعرضه للخطورة، خطورة الإيذاء، خطورة السقوط، القيام بمهام يعني فيها كثير من الخطورة على صحته أو على سلامته. كذلك دائما مندفعين في إجاباتهم، صعوبة في انتظار الدور، يقاطعون الآخرين. الاضطرابات النمائية ومثل اضطراب فرط الحركة عادة ما تأتي منفردة، ولكن يصحبها اضطرابات أخرى مثل القلق، الاكتئاب، اضطرابات التعلم، القدرات الذهنية وغيرها من الاضطرابات. فمهم إذا عرفنا أن وجود اضطراب نمائي معناها في الغالب أنه يصاحبه اضطرابات إما نمائية أخرى أو كذلك اضطرابات نفسية واضطرابات سلوكية أخرى. التشخيص عادة بالنسبة لاضطراب فرط الحركة يحتاج العديد من الجوانب التشخيصية، بعض الفحوصات الطبية، جمع معلومات، استخدام مقاييس حتى نحصل على التشخيص.
الطرق العلاجية مهمة، أي أنها تشمل توعية والتثقيف، تدخلات واستراتيجيات سلوكية، قد نحتاج للعلاج الدوائي وكذلك العلاج الأسري. نوعية التدخلات تعتمد على شدة الأعراض وشدة الحالة والأعراض المصاحبة، لذلك قد نكتفي بالتدخلات والاستراتيجيات السلوكية، وأحيانا قد نضطر للتدخلات الدوائية. التدخلات السلوكية مثلا داخل المنزل، هناك العديد من يعني الجوانب السلوكية مهمة للوالدين للقيام فيها داخل المنزل، مثل التعامل مع مشكلة التشتت الذهني. نحتاج أنه يكون فيه روتين ثابت، أنه المنزل يكون مهيأ، تقليل المشتتات، الأوامر لابد أنه تكون معطاة بشكل واضح وبسيط، نتأكد أن الطفل يفهمها. الأطفال يحتاجون حتى يركزون بالمهام، أنه أي مهمة نقوم فيها لابد أنه نقسم المهام بحيث أن المهمة تكون عبارة عن عدة خطوات، ما نعطيهم مهمة واحدة بشكل كبير. الأطفال يحتاجون أن تكون أهدافهم واضحة حتى يستطيعوا تنفيذ هذه الأهداف والمهام. كذلك المقاطعة، الأطفال يقاطعون بشكل كبير، نحتاج أنه نخبرهم بشكل مسبق أنه إحنا راح نقوم بمهام معينة وننتظر منهم عدم المقاطعة. مثلا الأم لما تجي تبغى تتكلم تحتاج أنه تخبر الطفل بشكل مسبق أنه أنا عندي مكالمة، أحتاج وقت للانتظار 5 دقائق 10 دقائق، وبعدها راح أقدر أجاوب عليه. كذلك في هذا الوقت إعطاء الطفل أي مهمة ممكن أنه يرغبها حتى يكون عنده قدرة للتركيز فيها وتخف المقاطعة. التحفيز دائما لما يكون بشكل متدرج لقضية الإنصات وتشجيعه على الإنصات خلال المحاورات اليومية بيساعد الطفل أنه يكون أكثر انتباه لهذه المشكلة والتعامل معها. التململ من المشاكل الكبيرة اللي يعاني منها الأطفال اللي يكون عندهم فرط حركة، هي مشكلة التململ. تشجيع الأنشطة الحركية والهوايات بيساعد الطفل أنه يقضي وقت يكون ممتع. كذلك أحيانا الأهل يجبرون الطفل على الجلوس بشكل أطول أو مدة أطول، هنا يزداد التململ. الأطفال اللي يكون عندهم فرط حركة وضعف في التركيز والانتباه يحتاجون أنه نعطيهم أوقات مستقطعة حتى يخف التململ لديهم. كما ذكرت هناك العديد من يعني جوانب الحلول اللي ممكن تستخدم داخل المنزل للتعامل مع بعض المشاكل مثل الاندفاعية أو صعوبة اتباع التعليمات. كذلك يعني مثلا بالنسبة لي صعوبة اتباع التعليمات، من المهم أنه الطفل يعني نعرف أنه عنده صعوبة في التركيز على كامل المهمة، فلما نعطي مهمة كبيرة ومهمة من عدة مفصلة ومهمة من عدة خطوات، ففي صعوبة أن الطفل يتبع الأوامر فيها، فلا بد أنه الأوامر تكون محددة وواضحة وبسيطة، وكذلك نعطيه فرصة أنه نتأكد أنه فهم الأمر أو فهم إيش المطلوب منه. الأطفال لأنه يشعرون بالإحباط لعدم قدرتهم على الإنصات بشكل كامل وعدم قدرتهم على اتباع التعليمات، فيصابون بالإحباط الغضب، وممكن هذا ينعكس بشكل كبير على ردات الفعل. لذلك مهم أنه المهمة تكون مقسمة. كذلك نستخدم الكثير من الاستراتيجيات مثلا الكتابة، وضع قوائم، وضع صور، إعادة التنبيه والتوجيه بشكل، هذه كلها من الاستراتيجيات اللي بتساعد على تقليل أو زيادة قدرة الطفل على اتباع التعليمات والأوامر. من الاضطرابات الأخرى النمائية هو اضطراب طيف التوحد، وهو من الاضطرابات النمائية اللي مرتبطة بالتواصل والتفاعل الاجتماعي. الأطفال يكون عندهم بعض الجوانب الواضحة اللي لابد على الأهل الانتباه لها، مثل التأخر بالمناغات، التأخر في استخدام لغة الجسد أو الإيماءات، التأخر باللغة، عدم التواصل البصري، وعدم القدرة على مشاركة الأطفال الآخرين أو جذب الآخرين. هذه العلامات مهمة
الأطفال بين 12 و20 شهر، الأطفال اللي يكون عندهم طيف توحد عندهم مشكلة في الجوانب المتعلقة في الاجتماعية، التواصل، ترديد الأصوات، عندهم مشكلة في التعرف على المشاعر والتعبير عنها، كذلك يكون عندهم سلوكيات نمطية وجوانب حسية. العوامل مثل كثير من الاضطرابات النمائية هي عوامل متعددة، ولكن تلعب العوامل الوراثية اللي هو خلل في الجينات الدور الأكبر كمسبب. لا يوجد جين محدد مرتبط باضطراب طيف التوحد. مثل غيره من الاضطرابات النمائية، في كثير من الاضطرابات النفسية ومشاكل سلوكية أخرى مصاحبة. يعني الأطفال يكون عندهم طيف توحد، لا بد أن نعرف أنه عندهم اضطرابات كثيرة مصاحبة، وليس فقط تكون مشكلتهم في طيف التوحد، ولكن ممكن يكون عندهم ضعف في القدرات الذهنية، اضطرابات اللغة، يكون عندهم حتى فرط حركة، يكون عندهم مشاكل في القلق، مشاكل في النوم، اضطرابات في المزاج، وغيرها كذلك من الاضطرابات الأخرى. الأطفال اللي يكون عندهم طيف توحد كذلك عندهم مشاكل سلوكية، ممكن يكون عندهم عنف، إيذاء للذات، إيذاء للآخرين، سلوكيات مرتبطة بالتكرار، الأشياء النمطية، ممكن أنه الاندماج في الروتين، قد يكون عندهم يعني نمطيات تكون متكررة بشكل كبير، يفقد الطفل قدرته على اكتساب المهارات اليومية. مثل غيره من الاضطرابات النمائية الأخرى، دائما التدخلات للاضطرابات النمائية لابد أنها تكون شاملة، وتكون شاملة للجوانب اللي فيها قصور، فنحتاج تدخلات متعددة، وظيفية، طبيعية، غذائية، نطق تخاطب، اجتماعية، سلوكية وغيرها، وقد نحتاج كذلك للتدخلات الدوائية. فلا بد أن نعرف أن التدخلات للاضطرابات النمائية هي متعددة، ولا بد أن تكون متكاملة وشاملة. تكلمنا على الأشهر الاضطرابات النمائية والمشاكل اللي ممكن تكون مصاحبة للاضطرابات النمائية. راح ننتقل للموضوع المصاحب وهو الضغوط النفسية، وإيش علاقة الضغوط النفسية بالاضطرابات النمائية. من المهم عندما يكون هناك يعني وجود للاضطرابات النمائية أنه نعرف أنه تأثير الاضطرابات النمائية لوجود طفل لا ينعكس على الطفل لوحده، ولكن ينعكس على الأسرة ككل، ينعكس على الوالدين، ينعكس على الأم بالذات، وكذلك ينعكس على الأطفال الآخرين. أعطيكم مثال، أنه الطفل لما يبدأ مثلا مرحلة التشخيص، الطفل ممكن يكون عمره 2 3، في هذه المرحلة الأسرة عندها أطفال آخرين، يبدأ الاهتمام بالطفل، يشكل وجود طفل عنده اضطراب نمائي نسبة عالية من الوقت اللي راح يقضيه الوالدين للاهتمام بالطفل. راح يزداد تفكير الوالدين في إيجاد الحلول، المراكز، المستشفيات اللي راح يتابعون معاها، وش التدخلات العلاجية اللي راح يقومون فيها، إيش الجهات اللي راح يتابعون معاها، وش الكلفة المادية اللي ممكن تكون موجودة. يبدأ التأثير لوجود طفل عنده اضطراب نمائي يلقي بظلالة على الأسرة ككل. فمن المهم أن نبدأ نتعرف على الضغوط النفسية، واللي هي عبارة عن استجابات نفسية وانفعالية وفسيولوجية للجسم تجاه أي متطلب يتم إدراكه على أنه تهديد للرفاهية اليومية وسعادة الفرد. هذه التغيرات أو الاستجابات تساعد أو تقوم بإعداد وتأهيل الفرد للتوافق مع الضغوط. يعني الإنسان لما يبدأ يتعرض لضغوط في حياته، الجسم راح يكون له ردة فعل. هذه ردة الفعل عبارة عن مشاعر، عبارة عن جوانب جسدية، عبارة عن انفعالات، عبارة عن سلوكيات راح يقوم فيها الشخص للتعامل مع هذه الضغوط. من أشهر الضغوط ما يسمى بالضغوط الوالدية، لأنه وجود طفل عنده مشاكل نمائية أو أحد الاضطرابات النمائية راح يشكل ضغوط على الوالدين، والضغوط اللي على الوالدين المصدر حقها متعدد. يعني ما راح نتكلم على ضغوط بس داخلية أو داخل البيت، ولكن الضغوط تتجاوز هذا وتكون ضغوط خارجية، والضغوط لها أنواع متعددة. لما ترتبط الضغوط ونقول إيش مصادر الضغوط الداخلية اللي ممكن الوالدين يتعرضوا لها،
في البداية قد يكون هناك توقعات فيما يتعلق بالاضطراب، مدى التحسن، اعتقاد أن التحسن لا بد يكون 100%، اعتقاد أن التحسن لا بد أنه يكون سريع، اعتقاد أن الاضطراب مثلا الاضطراب مثلا طيف توحد أنه يشفى تماما، فالاعتقاد أنه مثلا طفل عنده ضعف في القدرات الذهنية أنه ممكن القدرات الذهنية ترتفع بشكل كبير. فالتوقعات اللي تكون موجودة عند الوالدين أحيانا تكون توقعات عالية، هذه التوقعات وسقف التوقعات لما يكون عالي راح يوجد ضغوط على الوالدين. كذلك القلق اللي يتكون حول مستقبل الطفل، الوالدين يبدأ يتشكل عندهم قلق، الطفل اللي ما يمشي متى راح يمشي، الطفل اللي ما يتكلم متى راح يتكلم، طيب بدأ يتكلم هل يقدر يدخل المدرسة، هل يقدر يندمج مع الأطفال العاديين، هل يحتاج خدمات مستقبلية، كيف راح تكون دراسته. بعض الأهالي كذلك يذهب أبعد من ذلك إلى المتعلق بالوظائف، متعلق يعني في مستقبله لما يكبر، كل الجوانب هذه راح تشكل مصادر لي الضغوط وينتج عنها قلق حول أداء الطفل اليومي مرتبط بالتفكير حول المستقبل. هناك ضغط ينتج من العلاقة مع الطفل. الوالدين أحيانا نتيجة للعوامل الحياتية المختلفة، قد نجد بعض الأمهات يتولد لديهم، وهذا ينتشر بشكل كبير، أنه يتولد عند الأم شعور بالذنب أنه قد تكون بشكل مباشر أو غير مباشر أنه هي السبب في وجود طفل عنده تأخر في النطق أو طفل عنده فرط حركة أو حتى طفل عنده طيف توحد. هذا الشعور بالذنب يخلي الأم أكثر حرص واهتمام على الطفل، لأنه كل ما قل الاهتمام فيما يبدو لها يبدأ يجيها الشعور بالذنب، فيزداد الاهتمام على الطفل، تزداد الحماية على الطفل، يزداد الرغبة في أن الطفل يتحسن بشكل سريع. هذا الشعور يبدأ يضغط على الأم ويخلي الأم تبدأ، كما يذكر كثير من الأمهات، أنه يبدون يحاولون أن يكرسون حياتهم بشكل أكبر للطفل، وهذا يشكل لنا ضغط جديد، بحيث أنه الآن الطفل صار يأخذ اهتمام أكثر، ويبدأ الأطفال الآخرين قد ينتج أنه يكون إهمال للأطفال الآخرين، ضعف بالعلاقة مع الأطفال الآخرين. فهذا نوع من مصادر الضغوط اللي ممكن أنها تكون شديدة على الوالدين وخصوصا الأم. كذلك قد ينتج كما ذكرت أنه عندما يلاحظ الأخوة أنه هذا الطفل بدأ يأخذ الاهتمام الأكبر، فيبدأ يتولد الاستياء، تبدأ تتولد الغيرة، قد تبدأ المشاكل السلوكية عند الأطفال الآخرين، لأن الطفل اللي عنده مشكلة نمائية صار يستحوذ على الوقت الأكبر من الوالدين، وهذه نقطة مرة مهمة لابد أنه ينتبه لها الوالدين، لأنه تشكل ضغط على بقية أفراد الأسرة. هنا نحتاج يكون في توازن ما بين احتياج الطفل اللي يكون عنده مشكلة نمائية وتوزيع المهام الحياتية اليومية فيما يتعلق للوالدين أنفسهم، وكذلك فيما يتعلق بالنسبة لبقية الأطفال داخل الأسرة. فهذا جزء من بعض المصادر الضغوط الداخلية. كذلك في ضغوط خارجية كثيرة تتولد على الوالدين. من مصادر الضغوط أحيانا تنتج سلوكيات غير مرغوبة، سلوكيات الإيذاء، سلوكيات خارج المنزل، السلوكيات النمطية، بعض التصرفات اللي ممكن يقوم فيها الطفل خارج المنزل تشكل ضغط على الوالدين في التعامل معها، السلوكيات العدائية اللي ممكن تنتج من الطفل تجاه الأطفال الآخرين، أو حتى إيذاء للذات يشكل ضغط على الوالدين في التعامل معها، محاولة تهدئة الطفل، محاولة مساعدة الطفل. لا شك وجود أطفال عندهم مشاكل أو اضطرابات صحية بشكل عام أو اضطرابات نمائية تشكل عبء مالي. نعرف أنه الخدمات اللي تقدم بشكل كبير خدمات مجانية، ولكن أحياناً قد
لا تكون متاحة للجميع. نعرف أنه في بعض الأماكن، بعض المناطق تفتقر لبعض الخدمات الملائمة، قد يلجأ الأهل لخدمات أخرى إضافية، خدمات مثلا مسائية تشكل عبء مالي، زيارة المستشفيات، الحصول على أدوات تعليمية وأدوات تأهيلية وتدريبية للطفل. أحيانا قد يضطر الوالدين للاستعانة بمعلمي تربية خاصة، بمعلمي صعوبات تعلم، الاستعانة بمتخصصين نطق وتخاطب، معالجين للجوانب السلوكية. أحيانا يحتاجون ل يعني من يرافق الطفل حتى داخل المنزل، وهذه موجودة في بعض الحالات الشديدة. كل هذه قد تشكل عبء مالي يؤدي إلى الضغط على الوالدين. من كذلك مصادر الضغوط، وجود الطفل داخل الأسرة، الرعاية والاهتمام بهذا الطفل قد تشكل يعني خلينا نقول جزء من مصدر لإيجاد نزاع بين الوالدين حول كيفية الاهتمام، كيفية الرعاية بالطفل، كيفية الاعتناية فيه، من اللي يوديه المواعيد، من اللي يهتم بالأدوية حقته، من اللي يشوف يعني الجوانب اللي فيها التحسن، من اللي يتواصل مع المركز، من اللي يعني يعطي الجهات اللي تهتم في الطفل أو تقدم له الخدمات الرعاية، النماذج المطلوبة، من يعبيها. ففي كثير من الجوانب اللي قد تكون يعني باعث لإيجاد نزاع بين الوالدين. من الضغوط كذلك إيجاد الخدمات المناسبة للطفل، إيجاد مدارس، ومن أهم كذلك مصادر الضغوط. أعتذر لو كان في أسئلة، احنا بنخليها إن شاء الله لآخر المحاضرة وآخر البث، بيكون في 20 دقيقة، باقي 10 دقائق إن شاء الله فيما يتعلق بالموضوع، وال20 دقيقة إن شاء الله بتكون لاستقبال الاستفسارات أو التساؤلات. فكذلك من المصادر المتعلقة بالضغوط وتواجه الأهل بشكل كبير، اللي هي تثقيف الآخرين حول المشكلة، وكذلك يعني أنه كيف نبلغ الآخرين أنه والله الطفل عنده مشكلة. الأمهات لما يروحون مثلا للمول مثلا، الآخرين يكون لهم نظرة حول الطفل، كأن الطفل قاعد يقوم بسلوكيات غريبة، ليه الطفل يبكي، ليه الطفل حاط يدين على أذانيه، ليه الطفل حركته زايدة، ليه الطفل عنده حركات نمطية، أكيد طفلك عنده مشكلة. يبدأ النظرات حول الأم أحيانا لما يقوم بسلوكيات مثلا غير جيدة، يبدأ يعني حتى لوم الأم، ان والله كانك ما تعرفين تهتمين فيه، ما تعرفين تربين، يبدون يعطون نصائح. فهذه تشكل ضغوط على الامهات بشكل كبير، للدرجه اللي بعض الامهات بدوا يمتنعون عن الذهاب مثلا للمول، الذهاب لاماكن العامه، حتى الذهاب للاقارب. النقد، الكلمات الجارحه، التعليقات، هذه كلها مصادر ضغوط. من الضغوط اللي قد تكون عالية على الأهل كذلك، اللي هي وقت إبلاغ الأهل بحالة الطفل والجوانب المتعلقة بالتشخيص واستيعاب الجوانب النمائية المختلفة، استيعاب الحالة واستيعاب التوقعات المتعلقة بالحالة ومآل الحالة، هذه كلها تشكل جوانب ضغط كبيرة على الوالدين. الوالدين كل ما كان عندهم قدرة على التعامل مع الضغوط هذه وتمتعوا ببعض الجوانب اللي راح نتكلم عنها، راح يكون تعاملهم بشكل مرن. لما تكون إما مصادر الضغوط أعلى من قدرة الوالدين على التحمل أو قدرتهم على التعامل، قد ينتج عندنا ما يسمى بالاحتراق لدى الوالدين، أو حتى أعراض القلق، أو حتى أعراض اللي قد تصل للاكتئاب لدى الوالدين. لذلك من المهم بالنسبة للوالدين أنه يكونون أكثر انتباه لذواتهم، وكذلك لقدرتهم للتكيف مع وجود طفل عنده مشاكل نمائية وأحد الاضطرابات النمائية.
لذلك من المهم أنه الوالدين يتمتعون بما يسمى ببعض القوى النفسية اللي تساعدهم للتعامل مع هذه الضغوط. القوى النفسية احنا نتكلم على بعض القدرات والإمكانيات اللي النفسية الإيجابية، هذه الإمكانيات والقدرات يمكن أن الوالدين يطورونها ويديرونها، وكذلك ممكن أنه حنا نقيسها وممكن أنه يعني يتم التدرب عليها حتى يكون الوالدين أكثر قدرة على التعامل مع الضغوط. القوى النفسية مرة متعددة، لكن راح نتكلم على أهمها وما يسمى بالحضور الذهني أو اليقظة الذهنية، وهي قدرة الإنسان على الوعي باللحظة الراهنة والانتباه للحاضر وعدم الاعتماد على فقط ردود الأفعال، والقدرة على مقاومة يعني الرغبة الانتقال من اللحظة الراهنة إما للماضي واجترار الأفكار أو القلق حول المستقبل، ولكن الاستمتاع باللحظة الراهنة بالتفاصيل بالجوانب المختلفة للحظة الراهنة الإحساس باللحظة الراهنة بمختلف الأحاسيس البصرية، اللمس، الشم، التفاعل الجسدي مع اللحظة الراهنة، حتى نكون أكثر قدرة في التركيز عليها ليعطي الجسم الاسترخاء، وكذلك القدرة على مقاومة الضغوط بشكل أفضل. كل ما كنا متفائلين حول الجوانب الحياتية المختلفة، لا شك أنه وجود ضغوط يولد يعني جوانب سلبية للذات، توقعات سلبية للمستقبل، ولكن التفاؤل بيساعد أنه نكون أكثر توقع لأن تكون الأمور تسير بشكل جيد خلال المستقبل. الأمور راح تكون أفضل خلال المستقبل، عندنا جوانب كثيرة تدعم الأشياء هذه، وجود التشخيصات، وجود التدخلات، وجود الأشخاص اللي يشاركونا الاهتمام، وجود الأشخاص اللي يدعمونا، وجود التطور اللي قاعد يظهر على الحالة بشكل متدرج. فهناك العديد من العوامل لابد أن دائما نستحضرها حتى نكون أكثر تفاؤل فيما يتعلق في الجوانب المرتبطة بحالة الطفل. من الأمور المهمة كذلك لمساعدتنا للتعامل مع الضغوط اللي هي المرونة أو القدرة على النهوض السريع. كل ما كنا نتمتع بالمرونة والقدرة على حل المشكلات، التعامل مع الظروف الجديدة وحتى الغموض. أحد المشاكل في المرتبطة بالاضطرابات النمائية أنه الغموض يكتنفها، الاضطرابات معقدة متداخلة، تأثيرات كل العوامل المحيطة تلعب دور فيها، ففي غموض في كل حالة، كل حالة عبارة عن حالة مستقلة لها جوانبها، ففي جوانب كثيرة ما نقدر نكتشفها بشكل واضح، فالغموض مزعج لنا، فقدرتنا على أنه نتعامل مع هذا الغموض ونكون أكثر مرونة، قدرتنا على التعامل في حل المشكلات اللي تواجهنا بدون تجاهل، بدون هروب، بدون تضخيم للمشكلة، إيجاد الحلول الفاعلة، الحلول العملية، ترتيب الأولويات فيها، يعطينا قدرة على أنه نكون أكثر تقدم فيما يتعلق في وجود أي نوع من الضغوطات المرتبطة بهذه الاضطرابات النمائية. كذلك من القوى النفسية المهمة اللي نحتاجها دائما اللي هو الشكر والامتنان. لا شك أنه وجود طفل عنده اضطرابات نمائية يشكل ضغط وعبء على الأسرة فيما يتعلق في الاهتمام في الرعاية، ولكن قدرتنا على أن نستحضر كل الجوانب اللي من الله سبحانه وتعالى فيها، حتى وجود هذا الطفل وما يصاحبه، الكثير من الجوانب في حياتنا تستحق الشكر والامتنان، الشكر العميق لها، الامتنان لكل المظاهر الحياتية اليومية، اختيار الأشخاص اللي يقدمون الخدمات، العرفان لهم، الامتنان لهم فيما يقدمون، الامتنان في الجوانب اللي نحصل عليها حتى لو كانت جوانب بسيطة في حياتنا، والنظر لها أنها جوانب مميزة وجوانب إيجابية
راح يعطينا شعور بالسعادة بشكل أكبر، شعور بالإيجابية بشكل أكبر، ويساعدنا في تغيير نظرتنا للواقع اللي ممكن أنه يكون مزعج بشكل كبير لو ركزنا فقط في جوانبه السلبية. كذلك هناك مهارات وممارسات لابد أنه حنا نشتغل عليها توكيدية للذات. كل شخص عنده ذاته اللي يحتاج أنه يعبر عنها، يعبر عن اهتماماته، يعبر عن الاحتياجات اليومية. مهم للوالدين أنه يكون عندهم توكيد لذاتهم، عدم إغفال الجوانب الحياتية اللي يحتاجها الشخص. يحتاج أنه يؤكد على أنه أنا موجود، هذا شخصي، هذه اهتماماتي، هذه شخصيتي، أتقبل الأشياء. إذا أنا أرفض يعني بعض الجوانب اللي قد أتعرض لها، مثلا الانتقادات اللاذعة، آراء الآخرين، لابد أني أنا أعبر إذا كانت في أشياء مزعجة لي، أعبر عن هذا الانزعاج، أرفض الكلمات الجارحة، أرفض الجوانب اللي ممكن تكون مؤذية لطفلي من قبل الآخرين. يكون عندي قدرة أني أقول لا إذا أنا بغيت أقول لا، إذا كان عندي أنشطة أبغى أشارك فيها، أحاول أني أنا أركز فيها، يكون انجذاباتي لما أخطط له كأب أو كأم في حياتي. وجود طفل عنده قصور في بعض الجوانب النمو لا يعني أنه هذا الطفل يحصل على كل حياتي كأم أو كأب. هذا الطفل عنده احتياجات محددة قد تشكل 5 إلى 10 15% بشكل أكبر من حياتي كأم أو كأب، ولكن الوالدين عندهم جوانب متعددة في حياتهم، لا بد أنه يكون عندهم قدرة على تحديد هذه الجوانب، التعامل معها، الحرص عليها والاهتمام فيها، والاهتمام بحياتهم بشكل خاص، اهتماماتهم. أعطي مثال، إحدى الأمهات لما جت للعيادة تقول أنا كرست حياتي لطفلتي اللي عندها توحد. هذا التكريس للحياة خلاها تستقيل من وظيفتها، خلاها تتجنب المناسبات الاجتماعية، خلاها تتجنب الأنشطة الخارجية، والأم تعتقد أنه فعلا أنه كرست حياتها لطفلتها. وهذا طبعا يعتبر بشكل خاطئ، لأنه الأم وكان الباعث لها هو وجود شعور بالذنب بشكل كبير، أنه هي السبب فيما يحدث للبنت. لذلك تعتقد أنه الحماية الزائدة للبنت، الاهتمام المبالغ في البنت، عدم مساعدة البنت على الاختلاط في الآخرين هو الطريقة الصحيحة. وهذا يعتبر بشكل كبير يعتبر تصرف خاطئ، لأنه حرمت البنت من العديد من الجوانب الحياتية، وكذلك حرمت نفسها أنها تعيش بشكل مناسب وشكل صحيح وشكل يكون فاعل. هذه الأم مع الوقت ومع الضغوط ومع عدم قدرتها على التأقلم وصلت إلى الدرجة اللي بدأت تعاني من الاكتئاب. فهذه النتيجة لأنه الأم بشكل أو بآخر أهملت ذاتها، وتعتقد أن الاهتمام بالطفل بشكل مبالغ هو الطريقة الصحيحة لأن يكون الطفل متقدم. كذلك من الجوانب المهارات الاجتماعية، الذكاء العاطفي، قدرتنا على تفهم مشاعرنا والتعبير عنها بشكل صحيح، القدرة على التفهم لمشاعر الآخرين، مساعدتهم ودعمهم، تعتبر من المهارات الاجتماعية المهمة. هذا فيما يتعلق في أهم الجوانب أو التأثيرات اللي ممكن يتعرض لها الوالدين أو الأسرة بشكل كبير داخل البيت، وكيف نقدر أنه نتعامل معها. أتمنى أنه المادة كانت خفيفة للجميع، كذلك أنه يعني تم شرحها بالشكل الوافي. أتمنى إذا في أي أسئلة أو استفسارات راح نجاوب عليها بحول الله خلال الدقائق القادمة. إحدى الأمهات ذكرت أنه الطفل عنده غيرة، وهذه تتولد الغيرة إما قد تكون من الطفل اللي يكون عنده أحد المشاكل النمائية تجاه الأطفال الأصحاء، أو بالعكس أنه الأطفال الأصحاء
يتولد عندهم غيرة على الطفل اللي يكون عنده مشاكل نمائية. نعتذر. المراوغة والكذب والاحتيال بدون اعتبار للعواقب. طيب، بالنسبة للغيرة، مهم لتخفيف الغيرة أن نساعد أول حاجة الأطفال الآخرين اللي داخل الأسرة، لابد أن يتم الشرح لهم أنه الطفل ووضع الطفل وش إيش يحتاج الطفل، هذه مرة مهمة. كذلك الطلب من الأطفال أنه يدخلون في الجوانب اللي تكون مساعدة للطفل اللي عنده اضطراب نمائي، يعني مثلا لو احتاج مثلا مواعيد، من يساعده في ترتيب المواعيد، من ممكن يحضر معانا المواعيد، من يذكرنا مثلا بالمواعيد. فاعتقاد الطفل أنه هو جزء مهم داخل الأسرة، هذا بيقلل الغيرة. كذلك من الجوانب المهمة أنه نعرف أنه الأطفال لهم اهتماماتهم، فمشاركتهم بالاهتمامات وأنهم هم موجودين، هذا بيقلل الغيرة، لأنه أحد مصادر الغيرة اعتقاد الطفل أنه الآن أنتم قاعدين تهتمون بالطفل اللي عنده مشكلة مثلا اضطراب فرط حركة أو اضطراب طيف توحد، وأهملتونا كأطفال آخرين. فلذلك مهم أنه الانتباه لهم، هواياتهم، أنشطتهم، حتى نكون أكثر قدرة للتعامل معهم. كذلك أحد الأسئلة يتعلق في الجوانب السلوكية، الأطفال اللي يكون عندهم فرط حركة مثلا الكذب بشكل كبير، المهم انه احنا نتاكد انه هل الكذب مرتبط او يعني متسق مع العمر. احيانا الكذب بيكون الهدف منه هو الخروج من المشكله، حل المشكله، تجنب العقوبه. لذلك انه الاطفال اللي يكون عندهم يعني بعض الجوانب الاندفاعية قد يلجؤون للكذب، ولكن قد يكون هذا الكذب مرتبط بالمرحلة العمرية، الأطفال اللي قبل سن المدرسة قد يلجؤون للكذب لتجنب العقوبة. لذلك مهم أول شيء أنه احنا نعرف أنه هل هو مرتبط بالمرحلة العمرية أو لا. تشجيع السلوكيات المناسبة، ومنها الصدق، أنه كيف أن احنا نحفز الصدق، تقليل الأوامر على الأطفال، تقليل الملاحظة، تقليل الطلبات اللي تكون عادة تجعل الطفل يلجأ للكذب. فأحيانا الأهل يكونوا مركزين بشكل كبير على الطفل، فنحتاج أنه احنا نقلل من التركيز على الطفل. دائما نشجع السلوكيات الصحية بالنسبة للطفل، التواصل معه بشكل أكبر، السلوكيات المرتبطة بالصدق نشجعها بشكل أكبر. كل هذه العوامل ممكن تساعد الطفل في تقليل الكذب. أحيانا قد يكون فعلا هذا الكذب هو جزء من الاندفاعية اللي ممكن تكون موجودة. طبعا فيما يتعلق أحد الإشكاليات، زي ما قلنا أنه الأطفال اللي يكون عندهم فرط حركة قد يتم إما لومهم من قبل الأهل، أو حتى لومهم من قبل الآخرين، إن هم أطفال سيئين الخلق، أطفال غير مهذبين، أطفال غير متربين. إذا عرفنا أن الطفل فيما يتعلق في اضطراب فرط الحركة هو يعاني بذاته، الطفل يرغب في أن يؤدي بشكل جيد، لكنه ما عنده قدرة على السيطرة على اندفاعاته، ما عنده قدرة على الحكم على الأمور، ما عنده القدرة على معرفة الآن وش المطلوب منه، فعدم القدرة على السيطرة توقع في المشكلات. لذلك إذا نظرنا أن الطفل هو يعاني وهو يرغب في أن يقوم بالسلوك المطلوب، ولكنه لا يستطيع نتيجة لوجود الخلل، كما ذكرت أنه وجود الاندفاعية وضعف التركيز والانتباه هي الأساس. فإذا نظرنا إلى الطفل أنه عنده اضطراب، فلا بد أن ننظر له من خلال هذا الاضطراب ونشوف الجوانب السلوكية الجيدة عند هذا الطفل. طفل عمره عنده 10 سنوات وما عنده أي عادة مكتسبة، لازم أذكره بكل شيء وأتابع معه مع أنه ذكي و عنده مشاكل متعلقة في الذاكرة. وهذه تنطبق كذلك فيما يتعلق في الأطفال اللي يكون عندهم
المشاكل التركيز والانتباه. فالأطفال يكون عندهم مشاكل في التركيز والانتباه، عندهم صعوبة في، معذرة بس حتى أتأكد من السؤال، ذاكرته طويلة المدى قوية جدا. الذاكرة طويلة المدى، الطفل اللي يكون عنده مشكلة في التركيز والانتباه عنده مشكلة في الحاضر، فعنده مشكلة في التركيز في المهام المطلوبة الآن وليس في المهام أو المعلومات السابقة. مشكلة الأطفال يكون عندهم ضعف في التركيز والانتباه هي في استرجاع المعلومات الطفل. دائما أشبه هؤلاء الأطفال، يعني الطفل هو زي المكتبة، المكتبة فيها العديد من المعلومات، العديد من الكتب ولكن مبعثرة، يعني المعلومات عنده ولكن ما يقدر يسترجعها لأنه قدرته على الحصول على المعلومة المطلوبة الآن، فعنده صعوبة في التفكير في الوقت الحاضر، عشان كذا هم يحتاجون التذكير. الوسائل والاستراتيجيات اللي ممكن تساعد على التذكير، استخدام القوائم، استخدام المحفزات، استخدام الصور، التنبيهات، كل هذه ممكن أنها تساعد الطفل في اكتساب المهارات بحيث أنه يعرف الآن مثلا قبل النوم وش الأشياء المطلوبة. عندي 1 2 خلاص، هو قبل لا يروح للنوم عنده المهام موجودة على معلقة ويقدر يقراها، أو الصور تساعده على أنه يلاحظها. طيب، إحدى الأمهات: من أصعب ما واجهني كأم لطفلة فرط حركة تفاهم محيط المدرسة لطبيعة الاضطراب وشكواه من سلوكياته. لا شك مهم، من أهم الأشياء اللي تساعد في نجاح الطفل في المدرسة هي تفهم المدرسة لوضع الطفل، وجود معلمين متفهمين، وجود معلمات متفهمات، وجود إدارة متفهمة يساعد. أعطي مثال على، يعني يمكن هي حالة أو حالات قليلة، يعني يمكن هذه قبل الجائحة، أنه مثلا الطفل اللي عنده فرط حركة يأتي الوالد ومعه المعلم اللي في المدرسة يحضر مع الطفل للعيادة ويتم مناقشة وضع الطفل وأدائه داخل الفصل وناخذ الملاحظات مباشرة من المعلم، وهذا يعطينا أن المعلم عنده اهتمام مرة كبير في الطفل وفي مدى تحسنه. ما أطلب لا شك أنه من كل المعلمين، ولكن التواصل مرة مهم، التفهم بأنه الاستراتيجيات المعني فيها هي المدرسة. احنا نعطي استراتيجيات داخل البيت ونعطي استراتيجيات داخل المدرسة، ولكن حتى يؤدي الطفل لابد أنه يتم تطبيق هذه الاستراتيجيات، وحتى نطبقها لابد أنه يعرفون المعلمين أنه هذه الاستراتيجيات مهمة وفاعلة في تحسين أداء الطفل. أحيانا يعني إقامة مثل هذه المحاضرات أو كذلك الدورات ورش العمل، هذه ممكن تساعد في أن المعلمين يكونون أكثر تأهيل إن شاء الله مع الوقت في التعامل مع مثل هذه الحالات. الطفل يتعرض للتنمر، طبعا أحد الإشكاليات اللي تكون مواجهة للأطفال اللي يكون عندهم مشاكل في يعني جوانب النمو، سواء طيف توحد او اطفال يكون عندهم جوانب، يعني حتى الاطفال اللي يكون عندهم قلق، الاطفال اللي يكون عندهم تاخر في اللغه، الاطفال اللي يكون عندهم فرط حركه يتعرضون للتنمر. رقم واحد مهم التواصل مع البيئه المحيطه، الاقارب، المدرسه، الاشخاص المسؤولين فيها لابد التواصل معاهم بحيث انه يتم التاكيد على الحرص على ان الطفل ما يتعرض للتنمر، هذا رقم واحد. رقم اثنين، مساعده الطفل في المواجهة، وجزء منها التعبير عن الذات، توكيد الذات، كيف يرد لو تعرض لمثل هذه المواقف. طبعا نحاول ان احنا الردود تكون بسيطة وواضحة. وكذلك رقم ثلاثة اللي هي محاولة طلب المساعدة متى احتاج الطفل، انه نبلغ الطفل مثلا سواء في المدرسة او عند الاقارب، ان اذا انت تعرضت للانزعاج وحاولت انك انت تواجه الشيء هذا، اوكي، في أشخاص كبار عند الأهل، عند الأقارب، كذلك داخل المدرسة في أشخاص مسؤولين لابد أن احنا نتواصل معهم.
هذه الطرق مهمة لمساعدة الطفل، وخصوصا إذا عرفنا أن الأطفال يكون عندهم مشاكل نمائية، قد يكون عندهم ضعف في المهارات الاجتماعية والمهارات اللي ممكن أنها تساعدهم في المواجهة. طبعا تفكير طفلي لحظي وردات فعله سريعة جدا وقوية وما يهمه أبدا وش ممكن يصير، هذه كلها تعكس إلى قضية الاندفاعية اللي تكون موجودة، بحيث أن الطفل ما يركز على وش العواقب. يعني الأطفال اللي يكون عندهم فرط حركة وضعف في التركيز والانتباه عندهم مشكلة في معرفة رقم واحد في ترتيب الأمور في وضع الأولويات، وكذلك في معرفة العواقب، فهم فقط اللحظة الراهنة اللي يتصرفون فيها وما عندهم قدرة على التفكير بالمستقبل. إذا في أي أسئلة أو استفسارات أو تعليقات. طيب، تشخيص ولدين عنده فرط قبل أسبوع، اليوم عندك موعد أقرب شيء بعد 40 يوم. إن شاء الله يعني التواصل مع العيادة بإذن الله يعطون موعد أقرب مناسب بحول الله وقوته. أتمنى أن المادة كانت مفيدة للجميع. لو في أي ازدواج بالتربية بين الأم والأب، طبعا من النقاط المهمة فيما يتعلق بشكل عام للتعامل مع سلوكيات الأطفال أو الجوانب اللي قد تنشأ نتيجة لوجود اضطرابات نمائية. الأطفال يشعرون بالأمان كلما كان النظام واضح، كلما كان الوالدين متفقين على خصائص التربية. السلوكيات تتعزز عندما يكون ردات الفعل واضحة وثابتة. الطفل عادة قد يسعى لمكاسب من الازدواجية بحيث أنه يحصل على ما يريد في اللحظات اللي يكون مثلا الأم غير موجودة أو اللحظات اللي يكون الأب غير موجود. الهدف من الثبات في التعامل أن الطفل يشعر بالأمان، أنه حنا نقدر نقيس مدى تأثير تربيتنا على الطفل أو تدخلاتنا. معناها أن الطفل يعرف إذا سوى خطأ وش طريقة العواقب، إذا سوى صح وش طريقة المكافأة، إذا أنجز وش الجوانب اللي ممكن أنه يحصل عليها. الاتفاق بيساعد الطفل أنه يكون أكثر اتباع لنظام المنزل. طبعا الأطفال اللي يكون عندهم فرط حركة الأطراف الكثيرة، لا شك أحد المشاكل كذلك وجود يعني تعدد في التدخلات فيما يتعلق بالطفل. لابد أنه يتم نقاش هذه مع الأشخاص الكبار، التبيين لهم أن الطفل يحتاج مننا أن احنا نكون ثابتين في التعامل معه، يحتاج تدخلات معينة احنا نقوم فيها، احنا المسؤولين. يعني يطلب الوالدين من الجميع أنه حتى لو عندهم مثلا بعض الاقتراحات أنه يتم مشاركتها معهم ويتم التطبيق. أعطي مثال، يواجه الوالدين مثلا صعوبة إذا الطفل كان عند أخواله وعند أعمامه أنه يحصل على المكاسب أكثر من اللي يحصل عليه مثلا في المنزل، يقوم بسلوكيات مختلفة. فنحتاج أنه احنا نقيس إذا كانت السلوكيات هذه غير مؤذية بشكل كبير، ما تؤثر على أدائه بشكل كبير، يمكن التغاضي عنها. ولكن إذا الطفل قاعد يتعلم يعني جوانب يعتقد الوالدين انه هذه الجوانب الصحيحه اللي احنا نبغى ان نربي الطفل عليها، بيكون مهم مناقشتها مع الاخوال والاعمام الاجداد، بحيث ان والله هذه طريقتنا، نامل انه يتم التعامل معنا في نفس الطريقه. الادراك كذلك هو احد الجوانب اللي قد تكون موجوده عند الاطفال اللي يكون عندهم فرط حركه وتشتت انتباه، انه الادراك يكون قليل. لذلك تكليف الطفل بيكون حسب إدراكه. يعني الأطفال اللي يكون عندهم ضعف في الجوانب الإدراكية احنا نعاملهم على إدراكهم وليس على عمرهم. فالطفل ممكن يكون عمره 7 سنوات 8 سنوات، ولكن إدراكه ممكن يكون إدراك طفل عمره 3 سنوات. يعني الطفل هذا لسه ما تعلم الجوانب اللغوية بشكل جيد، لسه ما اعتمد أو ما تعلم على الاستقلالية، ما قدر يساعد نفسه في الأكل في الشرب في النظافة. إلى الآن ما قدر أنه يتعلم الأشياء الأساسية، فما أقدر أنا أنتقل للجوانب الأخرى قبل لا أعلم الجوانب الأساسية.
قياسا على التكليفات، هل ممكن تهاون في متابعة الدراسة، ممكن تكسب عادة الإهمال؟ الهدف ليس التهاون فيما يتعلق في الدراسة، ولكن إعطاء الطفل ما يناسبه من الجوانب التعليمية وكذلك من المهارات الحياتية. عشان كذا في المدارس، في البرامج اللي ممكن أنه تكون يخفض فيها النصاب الدراسي، الكثافة الدراسية، عدد الحصص، نفس المواد، يتم تقليل يعني الجانب التحصيلي فيها. ليش؟ لأنه أصلا إدراك الطفل أقل من أنه يستوعب كل الأشياء هذه، فيعطى ما يناسبه، وهذا ينطبق على الجوانب الحياتية الأخرى. فدائما يتم معاملة الطفل حسب جوانبه الإدراكية وقدراته ومهاراته. مع النمو يبدأ يظهر الطفل، وهل هو قادر أنه مثلا تتحسن بعض الجوانب بشكل متدرج، هل ممكن أنه العوامل الأخرى مثل عوامل اللغة، عوامل التركيز والانتباه، لما تتحسن يبدأ الطفل يكون أكثر تعلم لمهارات جديدة. فالجوانب الإدراكية مرة مهمة في تحديد وش المفروض أنه يعطى للطفل، سواء المهام اليومية الحياتية اليومية أو التكاليف الدينية أو كذلك المهام الدراسية. تأثير الطلاق على الطفل والدلال اللي يحصل عليه من الجدة والجد من الأسرتين، كما ذكرت يعني التعامل يحتاج أن احنا نكون متوافقين في قضية التعامل حتى يكون الطفل أكثر أماناً. وجود من يرعى الطفل ويقدم الجوانب الرعاية المهمة للطفل قد تتأثر في قضية الطلاق، ولكن في الأخير الطفل راح يعيش ظروف حياتية فيها فقد لا سمح الله لأحد الوالدين. مهم أنه كيف حنا نتعامل مع الجانب هذا، معناها أن الطفل يحتاج وجود نموذج لما يكبر، نموذج يعني يستدعي فيه المهارات الأبوية، المهارات اللي يحتاج فيها التعامل مع الآخرين، يحتاج الرعاية والاهتمام من الأم. فالأهم بشكل عام أنه كيف نوفر له الجوانب العاطفية اللي هو يحتاجها، سواء بوجود الوالدين أو لا سمح الله غياب أحدهما. بالنسبة للأدوية، هل تستمر الأدوية مدى الحياة؟ القاعدة الأساسية في الأدوية أنه يتم استخدامها متى ما دعت الحاجة ونستمر لفترات معينة، وقد يتم إيقافها إذا انتفت الحاجة، وقد يتم العودة لها حسب أي اضطراب. مثلا في اضطراب فرط الحركه قد نبدا الادويه على سن المدرسه، ممكن تستمر لعده سنوات، ممكن تتوقف على مرحله المراهقه، ممكن تستمر لما بعد المراهقه، ممكن نقدر نوقفها قبل مرحله المراهقه او السنوات اللاحقه، او حتى ممكن انها تستمر لما بعد ذلك. الاساس فيها انه ما هي حاجه الطفل وهل يحتاج للدواء، ويتم الاستمرار وفقا على الاعراض الموجوده، وبعد تحسن الأعراض راح يتم تجربة فيما يتعلق في إيقاف الدواء، ومن ثم معرفة أداء الطفل فيها. ينطبق هذا على اضطراب فرط الحركة، ينطبق على الاضطرابات السلوكية المصاحبة مثل اضطراب طيف التوحد، ينطبق كذلك على اضطرابات القلق. أي دواء له أعراض جانبية، والأدوية أعراضها الجانبية متعددة، ولكنها الأعراض الشائعة هي أعراض يعني تأثيرها مش كبير، يعني ممكن يكون على الوزن، على الشهية، على النوم، ممكن تؤدي بعضها إلى الخمول، الكسل. هناك تأثيرات أخرى ولكنها أقل شيوعا، ممكن مثلا التأثير لا سمح الله على كريات الدم، على وظائف الكبد، ولكن هذه أقل شيوعا. بعض الأدوية ممكن يعني ترتبط بحدوث مثلا نوبات صرع، ولكن تعتبر هذه الأعراض قليلة. الأعراض الشائعة للأدوية خصوصي مثلا مضادات القلق أو الأدوية اللي نستخدمها لبعض الجوانب السلوكية أو حتى أدوية فرط الحركة، تعتبر بشكل عام ليست خطيرة، تعتبر يعني تختفي بعد فترة قليلة. الأعراض يعني السيئة والأعراض الخطيرة تعتبر أعراض نادرة، وممكن أنه مع المتابعة التعرف لا سمح الله لو كان في وجود أي مشاكل منها. هذا أيضا ضغط كبير على الأم لا شك. ووجود الدراسات، يعني كثير من الدراسات تقول أنه وجود طفل عنده اضطرابات نمائية أكثر شخص
يتأثر من المحيط للطفل هي الأم. ودراسات يعني تسوي دراسات كثيرة خصوصا مثلا في أوروبا، أنه من أكثر الأشخاص اللي يتأثرون بوجود طفل هي الأم. الأم هي الأكثر تأثرا فيما يتعلق بوجود طفل عنده اضطراب نمائي. النوم دائما يشار إليه كعارض بفرط الحركة، إذا كان صعب ينام لكن إذا نام ممكن يستمر 12 ساعة عارض. الأطفال اللي يكون عندهم فرط حركة، نعم اضطرابات النوم اللي تصاحب تكون يعني منتشرة، نومهم ممكن يكون خفيف، أحيانا نومهم أصلا يكون متأخر، ما يدخلون بالنوم بشكل مبكر وينامون فترة قليلة. إذا كان النوم يشكل يعني قصر النوم يؤثر على قدرته على التركيز، على الانتباه، يسوي التوتر والانزعاج، ممكن أنه يتم العمل على تحسين جودة النوم بالجوانب السلوكية. إذا ما نفعت الجوانب السلوكية ممكن أن نلجأ لبعض الأدوية اللي ممكن تساعد الطفل على النوم. هل أفضل فحص الغدة الدرقية قبل فرط الحركة؟ نحكم أنه فرط حركة لا يوجد ارتباط كبير بين اضطراب الغدة الدرقية وفرط الحركة، ولكن عادة نقوم ببعض الفحوصات الأساسية للاطمئنان على صحة الطفل، وكذلك لو نبغى نسوي مثلا أو نبدأ بعض الأدوية. لذلك فرط الحركة غير مرتبط بشكل كبير باضطراب الغدة الدرقية. أتمنى أن وفقنا اليوم بالإجابة على تساؤلاتكم. مرة ثانية حاب أشكر لكم حضوركم، أتمنى أن قدمنا يعني الإجابات المفيدة لكم وأن تكون المادة مفيدة. يعطيكم العافية جميعا، وفي الختام أتقدم بالشكر الجزيل لجمعية إشراق على مبادرتها ودعمها لمختلف الجوانب المرتبطة باضطرابات الطفولة، سواء اضطرابات النمائية أو اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله.